صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الحور العين هن المؤمنات الصالحات من نساء الدنيا أم أنهن خلقا جديد؟ نساء الجنة على قسمين: من الحور العين التي جعلهن الله بالجنة خلقهن، والقسم الثاني من المؤمنات، من الآدميات، الآدميات المؤمنات، يعيدهن الله يوم القيامة أبكارا، ويكن من أزواج أهل الجنة. نعم. صلى الله عليكم سماحة. ولا جاء في هذا أن امرأة عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له، طلبت منه أن يدعو الله أن يدخلها الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. يمزح معها، يمزح معها. فالمرأة تكدرت، فقرأ عليها صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أنهن يدخلن الجنة على هذه الصفة، ولا يدخلها عجائز على شكلهن. نعم.